والله إني لأرى العاقبة سيئة، ولن تجني منها أمة الإسلام إلا كل شر. وصل اليوم من أرض الحبش وفد قبائل قريش تحت لواء العاص بن وائل، وغدا مع شروق الشمس تخرج قافلة قريش إلى الشام تحت لواء أبي سفيان بن حرب سيد بني أمية. يا قوم، يا أهل مكة، مرحبا بك يا اخي، مرحبا. ما ابعد الشقة بيننا يا ابن ابي، الداران متجاورتان ومع ذلك نادرا ما اراك. اصحو مبكرا واجيء الى هنا ولا اعود الا في المساء.
فيكون التعب قد حل بي فأنام حتى الصباح وهكذا. حياتك جافة لا متعة فيها. متعتي في راحة بالي، والقليل الذي أكسبه من صنعتي يكفيني ويرضيني. حاولت أن أقنعك كي تعمل بالتجارة لكنك أبيت. التجارة يا أخي ليست هوايتي. حياتكم يا معشر التجار مليئة بالقلق، هذا يكسب وهذا يخسر، هذا يكسب أكثر، وتقلبات السوق وركود البضاعة أو رواجها. لا لا لا، خلي عني وهذه الأشياء. ألا تريد أن تكون صاحب مال؟ العاص بن وائل تجارته رائجة، وأنا هكذا كما ترى. المال هو عصب الحياة يا هشام، بالمال نحيا ونشتري المتع. وما هي المتع من وجهة نظرك؟ ما هي المتع؟ المال في حد ذاته متعة، الخمر لبعض الناس متعة، الطعام متعة، الملبس الفخم متعة، التملك متعة، والمكانة الرفيعة متعة، والنساء هن متعة المتع، واسأل العاص بن وائل. كل ما ذكرت يا أخي هي متعة للجسد فقط، أما متعة النفس أبقى وأخلد. متعة النفس؟ سامحني أيها الإله، سامحني، سأنحر شاة لأجلك لأتقي شر غضبك. لا تنزعج يا أخي هكذا، فما سقط من يدك إلا وسن من الفخار. لكنه وسن إله. كان قطعة طين شكلتها وصنعتها، وسأصنع غيرها وغيرها. كم أود أن أغوص في رأسك لأعرف ماذا يدور فيه عن آلهتنا. ليتك تفعل وتخبرني، أنا نفسي في حيرة من أمر نفسي. قل لي يا أخي. اسأل تجب. أريد العاص بن وائل، فأين أجده؟ لن تجده في مكة كلها. لن أجده؟ لأنه سافر أمس مع رحلة تجارة قريش إلى الشام، ولكن إذ كنت تريده في تجارة فعليك أن تقابل ابنه عمرا. وأين أجد عمرا هذا؟ هذا الذي يجلس مع أبي طالب. بوركت يا أخي. طاب يومكم يا سادة قريش. مرحبا بك يا أخ العرب. لي عند قريش مكرمة. من أنت ومن أين أتيت؟ أنا ظفار اللخمي من قبائل بني عبس. مرحبا بك. مكة ليست لقريش فقط ولكنها لكل العرب. ما هي طلبتك؟ لي أمانة جئت أستردها. ومن المؤتمن على أمانتك؟ العاص بن وائل والدك. هل لك عند أبي تجارة أو دين أو أمانة ورفض ردها؟ زوجتي أمانة عنده وجئت أستردها. زوجتك؟ نعم، زهرة. الأمة التي أهداها له شيخ قبيلة بني غفار؟ إنها زوجتي وليست أمة. لقد أغارت إحدى القبائل على قبيلتنا، وكان معظم رجالها قد خرجوا لرعي الإبل، وسبيت نساء وأطفال من بينهم زوجتي وبيعت، فأصبحت آمة لمن اشتراها، وتنقلت من بائع لمشتري حتى وصلت إلى خفاف، فأهداها خفاف للعاص بن وائل. نعم، ولقد نظرت نفسي لأنقذها وأرد لها حريتها. حريتها ليست ملكك أو ملكها، ولكنها ملك أبي. يا أخي، قضيت أياما وشهورا أتنقل بين بلدان كثيرة وأسأل تجار النخاسة حتى دلوني على قبيلة بني غفار، وعندما لاح لي بصيص أمل في إنقاذ زوجتي أخبرني سيد بني غفار بأنه أهداها إلى العاص بن وائل، وأنه لا يستطيع أن يستردها إلا بمحض إرادة أبيك. هذا هو القول الفصل. لكني علمت أن العاص والدك قد خرج في قافلة الشام وقد لا يعود قبل شهر، وربما شهرين أو ثلاثة، وأظل بعيدا عن زوجتي. المرأة التي في دار العاص الآن المسماة زهرة ليست زوجتك. أقسم بكل الآلهة يا سيدي. كانت زوجتك فيما مضى، ولكنها الآن أصبحت سبية. أستطيع أن أفتديها. عمرو بن العاص
ليس مخولا بالبت في طلبك هذا. العاص فقط هو الذي يملك هذا الحق. فارحل إلى ديارك سالما وعد عندما يعود العاص من رحلة الشام. فهل تأذن لي قبل أن أرحل أن أقابل زوجتي زهرة؟ أراها وتراني للحظات فقط. لا بأس، للحظات فقط. مرفار! نعم يا زهرة. كيف علمت بمكاني؟ هداني قلبي إليك يا حبة القلب. ماذا دهاك يا أمة؟ إنه ظفار زوجي يا سيدي. كفى هران، فلا هو زوجك ولا أنت زوجته. سيدتي أم هشام، أنت سيدة طيبة فارحميني. ماذا أصنع لك؟ دعيني أرحل مع ظفار في غياب رب البيت يا زهرة. لا تضيع الوقت فيما لا طائل منه. أمامكما برهة وجيزة سترحل بعدها. إذا أردت شيئا يا زوجة أبي فأخبريني، أنا في خدمتك حتى يعود أبي من سفرته. دمت لنا يا أبا عبد الله ورعتك الآلهة. هيا كفى همسا وداعا يا زهرة. إلى لقاء قريب يا ظفار. لتسرق إماءنا، وهأنذا قد سبيته وغنمت ناقتيك والخمسة آلاف درهم التي كانت معك، وبدلا من أن تحرر هذه الأمة أصبحت عبدا لي
وفي حاجة إلى من يحررك، ولن يحررك أحد، لن يحررك أحد. وقد أظلكم زمانه. أيها الناس، يا أهل مكة، ترقبوا ظهور النبي الذي يأتي. قال محمد لخديجة إنه إذا خلى بنفسه سمع من يناديه. نعم، وقد خشي أن يصيبه مكروه، فقالت له خديجة: معاذ الله أن يصيبك مكروه، إنك تؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق القول وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. صدقت والله خديجة، قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لقد جاءه الناموس الأكبر الذي جاء موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، ولئن أدركت يوم يخرجه قومه لأنصرنه. قولي لمحمد اثبت، فالله الذي بعثك سينصرك ويؤازرك. أكنت تنتظر عودتي من الشام لتطلب مني إطلاق سراح أمك؟ حسبتك جئت وقد غلبك الشوق إلى أبيك. أما الشوق لرؤيتك يا أبي فحدث عنه ولا حرج، أما الأمة فإني لم أكن لأحدثك بشأنها إلا لأني أرى الصواب في إطلاق سراحها. أي صواب يا عمرو؟ وما دمت ترى الصواب في إطلاق سراحها، فلما منعت هروبها وهروب زوجها؟ لأني مؤتمن على بيتك وكل ما في بيتك. وها أنا ذا أقدم لك الشكر، ولكني لن أفرط في الأمة، وسأسومها العذاب هي والرجل جزاء محاولتهما الهرب. أبي، لكن المرأة لم تكن أمة، كانت حرة وسبيت. إذن فقد أصبحت سبية، أصبحت أمة. أتقبل أن تسبى امرأتك وألا تخرج في إثرها حتى لو دفعت حياتك ثمنا لاستردادها؟ ما هذا الذي تهرف به يا عمرو؟ أنا لا أهرف يا أبي، لقد حدثتني عن أمي النابغة، قلت لي إنها كانت سيدة في قومها ومن كرام أسرهم، ثم هاجم بعض الفتاك قبيلتها فأسروها هي وغيرها وباعوها في سوق الرقيق، وظللت أحمل هذا العبء حتى ناءت أكتافي بحمله، ولم أستطع حتى الآن إطفاء النار المشتعلة في جوانحي لأن أمي هي النابغة. أنت لا تدري ما ينتابني عندما يتغامز اثنان أو يتحدثان بحديث غامض أمامي. أنت لا تدري، ولعلي لم أفصح حتى لنفسي، أن من أسباب ما فعلته بعمارة ابن الوليد أنه عيرني بأمي. فكيف أرضى أن يحدث لامرأة ما تمنيت ألا يحدث لأمي؟ لما لا نطلق سراح المرأة إن لم يكن للخير الكامن في نفوسنا فمن أجل أمي؟ لما لا نردها ردا كريما إلى قومها إن لم يكن للإبقاء على المودة معهم فمن أجل أمي؟ أمي التي قلت لي إن ما حاق بها لم يكن بإرادتها وإنها لم تستطع أن تمنع قدرها. أمي يا أبي، أمي. أمك ماتت منذ زمن، ولندع أمر هذه المرأة
وأمر النساء جميعا، ولننظر في الكارثة التي ألقاها فوق رؤوسنا محمد بن عبد الله. ماذا فعل محمد بن عبد الله؟ يزعم أن رسالة نزلت عليه من السماء وأنه أصبح نبيا. أصبح نبيا؟ كل قريش مسؤولة عن هذه الكارثة، فمنذ ولد أسبغوا عليه من الصفات ما لم يتصف بها أحد من قبل، فهو الشريف العفيف، اللبيب النبيه، الصادق حسن الخلق، الأمين المؤتمن. كأن مكة قد خلت من الرجال دون محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. سقته قريش كأس الغرور فشرب منها حتى ثمل، وهيا له شيطانه أنه نبي سيسود قريشا كلها، ومن يدري فقد يطمع في أن يسود كل العرب. إنه أمر جلل. إنها مصيبة، كارثة حلت على رؤوس كل أسياد قريش. هدئ من غلوائك يا أبا لهب، ابن أخينا كذب الكذبة ويريدنا أن نصدقه ونرددها معه. ما كذب محمد أبدا. كف عن الدفاع عنه يا أبا طالب، أصغر بني هاشم يريد أن يصبح نبيا، يطمع في أن يكون سيد قريش بل سيد كل العرب. جلالة الملك النجاشي في بلاد الحبشة، الإمبراطور قيصر في بلاد الروم، كسرى في بلاد الفرس، ومحمد بن عبد الله صاحب الفخامة في بلاد العرب. قل يا أبا طالب، هل ستتبع دين محمد هذا؟ لا أستطيع أن أترك دين آبائي وما كانوا عليه. لا أدري إن كان الكلام يجدي الآن أم ولا زمانه منذ سنوات طوال. إن مكة تعني قريشا، وإن مكة وقريشا تعنيان آلهتنا التي عبدها آباؤنا. قلت لكم إن قوتنا وعزوتنا إنما نستمدها من قداسة الآلهة اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها وغيرها. قلت لكم إن حياتنا هنا ذات طبقات ثلاث، الإماء والعبيد والسفلة والصعاليك أولا، ثم المستضعفون والفقراء ومن يستجيرون بنا ثانيا، ثم على القمة نتربع نحن سادة قريش بكل بطونها وعشائرها وأصهارها. صدقت ولات يا ابن وائل وخلاك ذنب. حذرتكم أن دعاوى السماء التي يزعمونها تدعو إلى مساواة العبيد بالسادة، وطلبت منكم أن نائد أي شرارة في مهدها. يا ابن وائل، لقد أطلت في المقدمة وكلنا ننصت لك، فلتكلمنا فيما اجتمعنا بسببه. ما قاله أبي هو ما اجتمعنا بسببه يا سيد بني مخزوم. محمد بن عبد الله زعم أنه النبي المرتقب، وأن رسالة السماء نزلت عليه، وأنه رسول الله اختاره للرسالة من دون كل البشر، وهو ليس بخيرنا ولا أكثرنا مالا ولا حسبا ولا شرفا. الشرارة اندلعت فلا تجعلوها تسري في الهشيم. يا أبا قحافة، ابنك أبو بكر اتبع محمدا وقال إن محمداً قد طلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. هكذا لا إله إلا إله محمد فقط، وكل آلهتنا المقدسة هل تصبح أسفاراً لا قيمة لها؟ غفرانك يا كل الآلهة. كلنا لا ينكر على العاصي حماسه ولا إخلاصه لقرشيته، ولكنني أرى أن ما يدعو إليه محمد لا يمثل أي خطر علينا. كيف تقول هذا يا عم؟ أقول رأيي والرأي الأخير لكم. ما
مكة بها كثير من الحنفاء والذين لا يعبدون آلهتنا، بل في كل بلاد العرب يتناثر بعض هؤلاء الحنفاء يقولون إنهم ينتمون إلى ملة أبيهم إبراهيم باني هذا الحرم. ونحن ألا نطوف بالحرم؟ مكة وعاء لكل معتقد، ولا نضيق بعبدة النار وفحل البقر والشمس والقمر وغيرهم وغيرهم، فهل نضيق بمن يدعو إلى إله واحد؟ يا ويل قريش من قصير النظر. لن أنسى أنك أنقذت حياتي في بلاط النجاشي يا ابن وائل. أبي لا يقصد إساءة، إنها زلة لسان. على كل حال، ها أنا ذا أنذركم للمرة الثانية. خذوا حذركم قبل أن تزلزل الأرض زلزالها. جفاني النوم يا ريتر. ماذا يؤرقك؟ ألا يؤرقك أنت أيضا ما يدور حولنا؟ محمد بن عبد الله؟ نعم هو ذاك. لست أرى فيما قاله محمد ما يقلق أو يؤرق. ريتر، وما أدراك بما قاله محمد؟ لا أريد أن أزيد من غضبك علي. أجيبي يا ريت ولا تكثري من مراوغتي. أريد أن تصفح عني إن كنت قد أخطأت. أعدك. عند الغروب ذهبت إلى باحة الكعبة كي أطوف وأتبرك بالآلهة. وقفت أمام تماثيل اللات والعزة وسواع وإساف ونائلة وغيرهم، وألقيت درهماً في غبغب كل إله طلباً للبركة ودفعاً لأي شر عنك وعن ولدينا وعني. وأثناء طوافي سمعت خلفي طائفاً يهمهم بكلام غريب لم أسمعه من قبل وليس مما تعودنا أن نقوله أثناء طوافنا، فالتفت وعرفت صاحب الهمهمة. من كان؟ زيد بن حارثة ربيب محمد، من تبناه وأعلن أن اسمه صار زيد بن محمد. أكملي. أصغت سمعي لما يقول ثم رددته في داخلي حتى حفظته، ودفعني الفضول إلى أن أتجرأ وأسأله عما يتمتم، فقال إنه القرآن الذي نزل من السماء على رسول الله. تجاوزت حد صبري عليك يا بنت منبه سامي. وعدتني ألا تغضب فزدت في شططك وقلت إن محمدا رسول الله. لست أنا القائلة بل زيد. بئس ما قال وقلت. ماذا حفظت مما قاله ابن حارثة؟ باللات والعزة، دعنا من هذا الحديث الذي أغضبك مني هذه الغضبة العاصفة التي لم أعدها فيك ولم أتوقعها منك منذ أن تزوجنا وحتى الآن. كوني عليك، فقد أفلت مني زمام نفسي. أكملي. كان زيد يتمتم، أقول وأؤكد كان هو يتمتم ولست أنا القائلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقط؟ فقط.
قلت في بداية حديثك إن ما قاله محمد ليس به ما يقلق أو يؤرق. هذا رأيي، لكن الرأي الصواب هو رأيك أنت. هو يدعو الإله بالرحمن، ألا ندعو نحن آلهتنا كي ترحمنا من شرور الزمن؟ هو يقول إن الإله خلقنا من علق، أليست هذه هي حقيقة الخلق؟ علقة الرجل تغرز في رحم المرأة فيولد الإنسان وينضم إلى رهط البشر. لم أكن أعرف أن زوجتي صارت حكيمة قريش كلها. تهكمك علي أرحم بي من غضبك. أتدرين عن أي إله يتحدث؟ عن أي إله يا عمرو؟ فما أكثر الآلهة. هو بالقطع لا يعني أيا من آلهتنا، وهذا مكمن الخطورة في دعوته. تقول نفس ما يقوله أبوك العاص. بل أقول ما يجب أن يقوله كل صاحب عقل وبصيرة يستشرف بها حجب الزمن. نار الكراهية التي تضطرم في صدر أبيك لمحمد تحرق كل من يعارضه. ترى ماذا سيكون الحال لو أن غير محمد هو الذي ادعى أنه رسول نزل عليه وحي السماء؟ هب أن أمية بن أبي الصلت مثلا وهو منذ سنوات يزعم أنه ينتظر وحيا من السماء، هب أنه صحى يوما وقال يا أهل قريش أبشروا لقد هبط علي الوحي، هل كان سيلقى كل هذه المعارضة؟ ولم لا؟ بل ربما كان سيلقى ما هو أفظع. فلنفترض أن هذا الوحي الذي أثار كل هذا الجدل في مكة لم يهبط على محمد، وأنه مثلا هبط على عتبة بن ربيعة أو على الوليد بن المغيرة وهو سيد بني مخزوم ويطمع أن يسود كل قريش، أو هبط مثلا على أبي سفيان وكلنا يعرف أطماعه في أن يسود مكة، أو على ولده معاوية الذي تملأ أمه هند الدنيا ضجيجا بأن ولدها سيسود كل العرب، أو على غير من ذكرت من سادة قريش، فمن كان سينكر عليهم هذه النبوة؟ ثم هب أخيرا أنه هبط مثلا على العاصي أبيك، فهل كان سيرحم أو يغض الطرف عن أي صوت يعارضه، أو أنه كان سيحمل سلاحه هو وكل بني سهم ليخمد أي صوت ينوئه؟ الوحي ينزل على العاصي بن وائل؟ العاصي بن وائل نبي؟ أتضحك؟ نعم أضحكتني، ولكنه ضحك كالبكاء، بل هو بكاء فعلا على ما ينتظرنا. ماذا فعلت أيها الأب؟ أخيرا تمكنت عن طريق رئيس الطباخين من وضع السم في كأس الأمير أبجر وولده الأمير أصحن، وبعد ساعات قليلة سوف تتربع على عرش الحبشة ملكا يشار إليه بالبنان. أواثق أنت أن كبير الطباخين لن يشي بك؟ كل الثقة أيها الأمير. منذ مات والدنا النجاشي عيزان الكبير وتولى العرش بعده أخي الأمير أبجر، لم تتوقف محاولاتك للخلاص من أبجر وولده أصحم، وفي كل مرة كانت تلك المحاولات تبوء بالفشل. ولكن هذه المحاولة نجح نصفها وباء نصفها الآخر بالفشل أيها الخائن. كيف تجرؤ على وصف بالخيانة أيها القائد؟ وبما إذا أصف رجلا يدس السم لأخيه ويقتله؟ أمات أخي أبجر؟ ولكن ولده الأمير أصحم نجا من فعلتكما القذرة، وستكون نهايتكما ونهاية كل من ساعدكما على يديه. اقبضوا عليهما. نحمد الرب في علاه
إذ نجاك من مؤامرة الخائن الأمير ملس الذي قتل والدك الراحل جلالة الملك النجاشي أبجر. ونحمد الرب أيضا لأن المخلصين من حولك تمكنوا من الخونة جميعهم وأعدموهم جزاء ما اقترفت أيديهم. ببركة يسوع نجوت، وببركة يسوع أحكم مملكة الحبشة، وأعد أبناء شعبنا ألا يظلم في عهدي أحد. والمجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. هشام، لما لا تأكل وأنت جالس يا ولدي؟ ليست لي شهية للطعام يا أمي، يبدو أنني أثقلت على بطني في العشاء. وعلى كل فقد أخذت معي بعض الطعام أكله فيما بعد وأنا أعمل في مصنعي. أصبحت هذه عادتك منذ سنوات خلت، لا تأكل في الصباح إلا النزر اليسير، وتأخذ بقية الطعام معك. كثرة العمل تشعرني بالجوع، فأكل ما أخذه معي من طعام. أراك بخير في المساء. ألن تصلي للآلهة يا ولدي؟ الآلهة، لقد نسيت، لكن عندي في المصنع الكثير منها، وما أفعل شيئا طيلة نهاري إلا الصلاة لها. الصلاة لها. أراك بخير في المساء. سيدي هشام، خذ هكا الطعام، كله بسرعة قبل أن يكشف أمره أحد. لا أدري كيف كنت سأعيش دون عونك لي. المهم أنك تعيش حتى الآن، كل بسرعة ولا تضيع الوقت في الكلام. وهي كيف حالها؟ هي بخير، وأنا أطمئنها عليك كل يوم. قل لي بحق الآلهة، أفي استعادة زوجتي جريمة؟ الجريمة هي سرقة أمان، وهذا ما واجهه عمرو. ولعلمك، عمرو أخي غير راض عن التعذيب الذي ينزله أبي بك أنت وزهرة، لكن لا أحد منا يستطيع أن يرد العصا بن وائل عما يريد. كل بسرعة وسأنصرف أنا. ولكنك يا سيدي هشام تحرم نفسك كل يوم من طعامك لتحضره لي. أكفيك أنك محروم من حريتك. نعم سيدك، يا من لا أهل له. كان لي أهل فيما مضى. العبد لا أهل له. صدقت يا سيدي، العبد لا أهل له، لا شيء له على وجه الدنيا كلها إلا ولاءه لسيده. لا تنسى. لن أنسى ما حييت. حتى حياتك ومماتك بيدي أنا لا بيدك أنت. لم تمل تعذيبي وتعذيبها يا سيدي، شهور طويلة وأنا حبيس هذا القيد، وفي هذه الحظيرة تسومني التعذيب والإذلال الذي لا يتحمله جبل. إلى متى يا سيدي؟ إلى متى؟ تسألني إلى متى؟ نعم يا سيدي، أتوسل إليك وأقبل قدميك. أجبني إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن تستسلم لي الأمة. منعت نفسها عني منذ أن أهداها إلي خفاف سيد بني غفار. عذبني كما شئت،
لكنني واثق أنها لن تستسلم لك. سنرى، عندي وسائل تعذيب أخرى أشد لك ولها، لم أجربها معكما بعد. لقد فاقت ذنوب تعذيبك لنا كل حد. ما بقي أشد هولا. مثلا وأنت في قيدك هذا، مشلول الحركة، مغلول الإرادة، نجيء بالأمة، نطرحها أرضا ونوثقها جيدا، وأمر أحد العبيد أن يجردها من ملابسها ثم... لا تكمل بحق كل الآلهة، لا تكمل. كل هذا يحدث أمام عينيك، وأنا وأنت نشاهد ما يجري أمامنا، مشهد مثير، وكل يوم يتكرر هذا المشهد، ولكل يوم عبد آخر. فالعبيد مثل السادة يحتاجون إلى التسرية. الموت أهون عندي من أن يحدث هذا. قلت لك إن الموت ليس بيدك، بل بيدي أنا. أهدده بهذا؟ وبما هو أشد وأنكى. أنا لا أرى ما هو أنكى مما ذكرت. أحياناً وأني نفسي لأني خرجت في إثرهما عندما حاول الفرار، لكني لم أكن أعرف أن انتقام أبي سيكون بهذه القسوة. أكل هذا لأن الأمة لم تستسلم له؟ يا أخي، المعاشرة أخذ وعطاء، ود وملاطفة، وليست قصراً أو اغتصاباً. هشام، تنحى عن مثاليتك التي تأخذك بعيداً عن طباع قومنا. هب أنك اشتريت عنقود عنب، العنقود أصبح ملكك، تأكله حقك، تبيعه حقك، ترميه حقك، تهرسه بنعليك حقك الذي لا يمانعك فيه أحد، وكذلك الأمة. مالكها يأخذ منها ما يشاء وفي أي وقت يشاء وبأي وسيلة يشاء. أليس للبشر أي حق؟ لهم طبعاً إذا كانوا من السادة، أما العبيد كما تعرف فلا حقوق لهم. هشام، من أخبرك بما هدد به والدنا العبد الظفار؟ كنت مراً بالحظيرة فسمعت نحيبه فدخلت عليه وعرفت. أو ربما علمت من زيارتك له. أنا؟ أتظن أنني لا أعرف سر زياراتك اليومية للحظيرة وما تقدمه له من طعام؟ أكنت تعلم؟ وكنت راضياً عن ذلك، ولو لم تفعل ذلك لفعلته أنا، فقد فاق تعذيب أبينا للعبد ظفار وللأمة زهرة كل حدود الخيال. عمرو، أما من وسيلة نمنع بها والدنا من تنفيذ وعيده بانتهاك شرفها أمام ظفار؟ ما أشد قسوتك يا أبي، أعندك حل؟ أفكر في فك أسره ما ليهرب. إياك يا هشام، وحذاري وألف حذاري، حينئذ سينطلق من داخل العاص بن وائل وحش كاسر، سيبطش بكل من يظن أنه وراء هذه الفعلة، وأولهم أنت. قد يصيبني بعض غضبه، لا يهم، لكن الضحية الأولى سيكون أنت. ساعتها سينسى أنك ابنه وأنه أبوك، سينسى كل شيء سوى ما يظن أنه كرامته وهيبته ومكانته، وهو ما يفوق لديه أي اعتبار. والحل؟ العاص بن وائل بكل أسف ليس له حل. هل أعددت قنينة الخمر المعتقة كما طلبت منك؟ عجبا لك يا أبي، ألا تدرك أنك وجهت إلي نفس السؤال عدة مرات من قبل؟ عذرا إن كنت قد فعلت ذلك حقا، ولكن لابد أن تعلمي أن الأمر يستحق أكثر من سؤال. وها أنا ذي أكرر على مسامعك الإجابة. نعم، أعددت قنينة الخمر المعتقة وجنبتها بعيدا عن بقية الخمر الموجود بالحانة حتى لا تضيع وسط الخمور المغشوشة. الخمر المغشوشة يشربها العرب من أهل مكة، فمعظمهم يأتي إلى الحانة مهيئا للسكر من قبل أن يشرب. أما ضيوفنا الذين ننتظر قدومهم فيجب الاحتفاء بهم. إنها حفاوة لها ما بعدها يا أبي. وهل تكرهين أن نحتفي بأحبار يهود الذين يمدوننا من وقت لآخر بالذهب؟
تقصد القول بأنها حفاوة تقوم على تبادل المنافع. أنت تقدم لهم الخمر المعتقة وهم يقدمون لك الذهب، ولكن لا تنسى أن ما يقدمونه لك من ذهب ليس ثمنا لاحتفائك بهم، ولكن لتنفذ ما يطلبونه منك. هل سلقت النهار كله في حديث لا طائل من ورائه؟ هيا اذهبي فاستعدي لاستقبالهم حتى ننهي لقاءنا بهم قبل حلول الليل، فالليل مرتع السكارى من عرب مكة. طاب يومك يا أمهر صناع الأوثان في مكة كلها. طاب يومك يا عزاف. ها؟ هل صنعت الخمسين واثنا التي طلبتها منك أمس؟ ليس بعد. ليس بعد؟ أتداعبني يا رجل؟ بل أجد. لكن الأوثان التي عندي أوشكت أن تنفذ، لما لم تصنعها؟ حاولت أن ألبي طلبك ففشلت. فشلت؟ لماذا؟ هل أغضبت الآلهة فشلت يدك؟ أي آلهة تعني؟ التي أصنع أوثانها بيدي أم تعني آلهة غيرها؟ اذبح قربانا واستعذ، وهي هيصنع لي ما طلبت، بل زدها إلى 100 وثن. لم أصنع 50 وتطلب مضاعفتها. لأني أستبشر بك أنت تصنع وتبيعني وتربح، وأنا أبيع للحجيج وزوار الحرم وأربح، والآلهة تبارك فعلنا. سأعود إلى تجارتي فلا تتأخر علي. أقول يا عزافة، لما لا تلجأ إلى صانع أوثان غيري؟ لأني أتفائل بك يا ابن العاص، ولن أرضى بك بديلا. أخي عمرو، كيف حالك يا أخي؟ عزافة كان خارجا من عندك الآن. أشكاني إليك؟ لا، ليست شكوى، بل رجاء أحمله إليك. لما لم تصنع له الأوثان التي طلبها منك؟ إن كنت تستقل الثمن أخبره يزدك. ليست هذه هي المشكلة. ما المشكلة إذن؟ الصانع يفرح إذا ما زاد الطلب على ما يصنع. لقد قررت أن أتوقف عن صنع الأوثان وسأكتفي بصنع الجفن والأباريق وجرار الماء. ولماذا هذا القرار الغريب المفاجئ؟ له شيء خارج عن إرادتي. لا تقل لي إن وحيا هبط عليك من السماء أنت الآخر وأمرك ألا تصنع الأوثان. لم يهبط علي وحي يا عمرو، فلا تسخر مني. إن ما تقوله لا يستحق سوى السخرية. بالأمس صباحا حضرت إلى هنا وبدأت أرتب الأوثان وأهيئ نفسي لأن أبدأ في العمل. جهزت الطين وأمسكت بوثن كنت قد أتقنت صنعه للإله هبل، فسقط مني دون قصد على الأرض وتحطم إلى قطع صغيرة. فنظرت إليه وسألت نفسي، ألم يكن باستطاعة الإله هبل أن يحمي وثنه من السقوط؟ وهل أجابتك نفسك على ما سألت؟ كلا، وأخذت قطعة طين وجلست كي أصنع وثنا بديلا لمن كسر. فتجمدت يداي وشل عقلي وجمدت إرادتي. حاولت أن أدفع نفسي دفعا كي أشكل الوثن لكن دون جدوى، ووجدت نفسي بلا إرادة أشكل قطعة الطين إلى جفنة جميلة ما صنعت مثلها قط. وجدتني أيضا بلا إرادة أقوم فأحطم كل ما بالسقيفة من أوثان. هل طالتك نيران محمد؟ أي نيران تعني؟ اصدقني القول، هل أصبحت تزدري آلهتنا؟ ليس ازدراء يا عمرو، لكنك تعرف رأيي منذ زمن طويل. ذكرني برأيك هذا فربما أكون قد نسيته. أتؤمن أو لا تؤمن بآلهتنا؟